يعني مش عايزين يعني نركز على ان دي حوادث لها عمومية. الحوادث دي بتحصل مش مع المصريين بس، لا، مع العمالة اللي موجودة في اي مكان. ممكن في مصر هنا يحصل واقعة مثيلة، مش بنقول ان احنا ده يعني بنديله اتاحة، لا بالعكس، احنا زي ما احنا رفضنا هذا التصرف الاهوج من شخص، يمكن أشقائنا في دولة الكويت كانوا أشد غضبا مننا، ويعني أظهروا غضبهم دوت ورفضهم لهذا التصرف، وإحنا بنؤكد على كده. ويمكن أنت اتكلمتي على كرامة العامل المصري، إحنا كرامة العامل المصري دي عندنا زي ما دايما كنا بنقول، وزي ما إحنا واخدين توجيهاتنا من قياداتنا السياسية، أنها خط أحمر لا يجوز المساس بيه. يمكن أنا سمعت في بعض البرامج التلفزيونية في دولة الكويت بعض الإعلاميين اللي بيتكلموا على أنه لا يجوز أن يتم التجاوز في حق أي وافد مصري أو غيره، لأن هذا الوافد هو بيقدم خدمة لأهل هذا الوطن إن كانت أي دولة، عشان النهاردة يقدر يقوم بخدمات لهذا الشعب. إذن إحنا زي ما بنقول دايما وبنؤكد أنه بالنسبة للعمالة المصرية الموجودة في الخارج أو في الداخل لا يجوز المساس بكرامتها على أي وضع من الأوضاع. يمكن الواقع اللي حضرتك بتتكلمي عليها كلنا شفنا النهاردة المردود اللي كان من خلال الدولة المصرية، يمكن قبل إحنا كمان ما نتواصل كانت السفارة بكامل بعثتها من خلال السيد السفير طارق الكوني، من خلال القنصل العام السيدة هويدة عصام، من خلال المستشار العمالي الأستاذ أحمد يوسف، كل دول كانوا موجودين مع وحيد في المستشفى.